أكيد التاريخ ما بيزيفش كل اللقطات دي، وده لقطات مختصرة كمان، يعني طبعا بنشكر كريم جابر مخرجنا عليها، لكن في أكبر من كده بكتير يدل على وجود قامة وقيمة كبيرة جدا في تاريخ الرياضة المصرية والنادي الأهلي والوسط الرياضي، وكمدير فني أو محلل فني أو لاعب وكابتن كبير، النجم الكبير بكمباور الكرة المصرية كابتن مصطفى يونس. كابتن مصطفى أهلا بيك. أهلا بحميد، وأنا عاجز عن الشكر هذا التقرير لا ده حاجة بسيطة يعني احنا يعني واللقاء ده بيك تأخر كتير يعني، وانا بعتذر لك على الهواء. لا خالص لا خالص، ده يعني يجي قبل كده بكتير، اللي انت عارف انت عزيز على قلبي من زمان يعني. كل شيء له اوانه. بالظبط بالظبط، يعني انا قلت ده ان التاريخ ما بيزيفش يعني، وحاجات كتير جدا يعني ما تسمعش لك. لا انا 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 اكبر من كده يا محمد. بالزبط. وانت عارف انا عارف طبعا. وفي ناس ما تستاهلش ان انا ارد عليها. لكن 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 في الاخر انت بتقول رايك والناس بتقول رايها والجمهور بيحكم والتاريخ يحكم. مين اللي صادق ومين اللي بيتكلم بحرفيه ومين اللي بيفهم ومين اللي بيطبل ومين اللي بيطبل ومين اللي بيركب الموجه ومين المنافق ومين الكذاب. يعني احد الزملاء، وانا بقول زملاء طبعا بصرف النظر، انا طبعًا. انا كل واحد ليه رايه وكل واحد حر في رايه، بنحترم زي انا ما احبش حد يحجر على رايي، فما بحبش على بالزبط. حد بالزبط. حتى لو ضدي بالزبط. لو انا قلت هو قال لي ايه على المجلس السابق اعتقد مش هيقعد في مكانه. يا سلام. لكن انا اكبر من كده، ما هو ده الفرق ما بين واحد محترم ان هو ورا الشاشه زي قدام الشاشه، قدام الناس زي ورا الناس، واحد يتكلم في ظهرك كلامه قدامك كلام تاني. ما بيطولوش يا كابتن مصطفى، هو كبر دماغك. كبر دماغك. شايف الاحداث اللي حصلت في الفتره الاخيره ازاي، او قصه يعني احمد الشيخ، ونقول الخلل اللي حصل في شكل المنظومه، قطبين كبار او لما تلاقي كده عمودين كبار كده شايلين هرمين وتلاقي حاجه جت في النص قنبله قويه ضربتهم، اعتقد هزتهم. لا القنبله مضروبه من زمان. من زمان. لكن خلينا نتكلم يا ابو حميد بمنتهى الصراحه. اتفضل. وهنا انا مش بتكلم كمصطفى يونس لاعب النادي الاهلي السابق ولا لا، انا بتكلم كمصطفى يونس كمصري بيحب بلده، بيعشق تراب بلده. وفي اوقات كتيره انت ممكن تيجي على نفسك عشان بلدك، تيجي على نفسك عشان وطنك، تيجي على نفسك عشان الحالة اللي فيها البلد والظروف اللي فيها البلد، تيجي على نفسك عشان الحال اللي احنا فيه ده وعدم وجود جماهير، لا يبقى فيه جماهير وازاي اساعد الدولة ان تقول ايوه فيه جماهير. فهو ده من هنا من هذا المنطلق انا دلوقتي معاك يا محمد بتكلم في مصلحة البلد. اكيد كلنا مذنبون. على فكره قال الكلمه دي الاستاذ بليغ ابو عايد، قال لك لا انا باخد أو لا استثنى احد. كلنا مذنبون، كلنا مذنبون، كلنا اخطانا في حق هذا الوطن، كلنا اخطانا في حق شهدائنا. لما يبقى في ناس طالعه من بيتها شايله ايديها على رقبتها ممكن ما ترجعش لاولادها، وناس بتتخانق على تفاهات، وانا اسف لكلمه تفاهات لان انا بعنيها. واحد رايح بيدافع عن البلد ورايح عشان يموت هيرجع لمراته وولاده ولا لا ولا لامه، وناس بتتكلم في كلام تافه في لعيب، واحد يحشد جماهير، واحد يطلع يشتم في التلفزيون، ولكن الحياه بسيطه والحياه عاديه والحياه سهله، ولسه الانفجار عندنا في شبرا. بالظبط قريب من بيتكم. ده بيننا وبين بيتنا 100 متر. عارفه كده. فعايز اقول الناس مش موضوع تقدر المسؤوليه لا، موضوع انك انت بتمثل ملايين، مش بتمثل نفسك. مثل نفسك صرف اللفظ، اجري في الشارع واعمل اللي انت عايزه. بالظبط. لكن بتمثل نادي الاهلي او نادي زمالك او اسماعيل او الانديه الجماهيريه يا محمد، ما بالك بنتكلم في اهلي وزمالك. يعني الاتحاديه هذا النادي العريق الكبير في اسكندريه، الاسماعيلي في الاسماعيليه، المحلي في المحله،
طبعا الاتحاد ده اصله عشق بالنسبه لي والاسماعيلي يعني طبعا. لكن بتتكلم في اهلي وزمالك، مصر كلها اهلي وزمالك. فلما نعمل فتنه ما بين الجماهير ديت، وللاسف للاسف وزي ما قلت انا قبل كده يا ابو حميد، بدل ما القطبين الكبار دول الكبيرين قيمه وقامه في الشرق الاوسط وفي العالم العربي، ازاي نحتفل مع بلدنا بقناه السويس؟ ازاي نعمل مباراه ونجيب ريال مدريد ولا برشلونه في وقت احتفالات في احتفالات قناه السويس عشان يبقى حدث عالمي؟ بنتكلم في الشيخ وبنتكلم في اجيب امك الارض واجيب ابوك الارض المشاكل اللي حصلت مش عارف ايه وايه. كلام فاضي في كلام فاضي. يعني بدل ما يقعدوا مع الجماهير ويعملوا ندوات تثقيفيه للجماهير تنويريه، ويعمل زي ما بيقولوا الرئيس زي الرئيس ما بيقول احنا عايزين خطاب ديني مختلف. شفت الرئيس النهارده فين؟ على الطريق الصحراوي بيتابع يا باشا. راجل ما بينامش يا محمد، راجل ما بينامش. الناس ما بتنامش واحنا بنتكلم. بدل ما نساعد الراجل، محتاجه البلد، مش محتاجه او مش مستحمله. يعني حضرتك اتكلمتوا على الجنود اللي بيقفوا على الحدود او بيقضوا دورهم القومي والوطني، لما يسمعوا في واحد 15 مليون وعليه مشكله وعليه ازمه وهو واقف، يعني لو بيقبض له 2000 جنيه يبقى وحش وبطل كاسر وممكن يموت في اي لحظه. ما هو مين اللي بيعلي السعر؟ التنافس. السمسره. اه ومن وراء السمسره؟ ومن وراء السمسرة في الأندية؟ وانت تعلم ده تماما طبعا، وانا اعلم انك انت تعلم ده تماما طبعا. فاحنا بندي فرصة اكتر عشان السعر يزيد، عشان العمولات تكتر والعد يكتر. لكن ارجو ان الناس تفهم، والناس الكبار المفروض، الكبار مش كبار سن ولا كبار، كلهم ناس محترمة، كبار في التفكير، كبار في ازاي نرتقي بكورتنا. ازاي يبقى عندي 20 محمد صلاح؟ انت اتحدى واحد في مصر بيشجع فرونتينا ولا كان بازل؟ احنا رحنا ليه بنروح على بازل وبنروح على فرونتينا وبنروح على روما؟ عشان فيها محمد صلاح مني بعد كده، حجازي والنني وحجازي ابنك برضه حجازي. ده طبعا كلهم ولادي على فكره. كلهم الاربعه ولادي يعني. وادي عمر جابر اهو. احنا عايزين 20 30 محمد صلاح، عايزين 20 30 نني. لما نفكر كده يا محمد هيبقى عندنا كوره وعندنا منتخب وعندنا بدل فروما بس. انت عارف ان رئيس الوزراء لما جه يكلم الرئيس على صلاح، ايوه رئيس الوزراء الايطالي الايطالي ده مرتين، بص مره في المؤتمر الاقتصادي لو تفتكر، ايوه مره ثانيه في زياره على هامش اعتقد حاجه كمان يعني، اتكلم على محمد صلاح. صح ده سفير لينا. صح. ازاي سوري، ازاي يبقى عندنا، ازاي يبقى عندنا الحبايب كتير، الحبايب والناس عايزه مدخلات من ساعه ما عملت البرنامج. خلاص هنبدا الاعداد ان شاء الله. انا خلاص فيا جماعه سامحوني، سوري انا اسف. لا مفيش مشكله. فيبقى عندنا مش نتكلم في الشيخ ابو، مع احترامي لاحمد الشيخ وميت احمد الشيخ، انت عارف ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا خلقها بقوانين. اكيد قراننا قانون. اكيد ما بالك احنا لا نطبق القانون في اي شيء. خلي بالك يا كابتن مصطفى، ده كبار العلماء الاجانب كمان سواء امريكا او في بلاد تانية بيرجعوا لايات من القران في حاجات معينه بيرجعوا تاني وبسخوا بيبصموا عليها. بالظبط بالظبط. هو في يقول لك احنا مستنيين قرار الشغب لما يجي مجلس الشعب. هي انجلترا فيها مجلس الشعب. لما مارجريت تاتشر قضت على طبعا ظاهره طبعا طبعا كان في مجلس الشعب هناك عندهم. بعد ايه؟ بعد ازمه كبيره لفساد بروكسل لو تفتكر طبعا، ومنعت الفرق الانجليزيه تطلع. احنا عايزين بالبلدي كده ذكر في الكورة، عايزين صالح سليم تاني. حلوة حلوة ذكر ده. طبعا طبعا. لكن اللي بيطبطب واللي ماشي حالك واللي مع الصوت العالي واللي مع المصلحة فين والصوت فين، لا مع احترامي كلهم أصدقائنا وكلهم ناس أفاضل وكلهم أيديهم طيب. نظيفة زي ما أقول لك مصطفى، مصطفى نوير في يقول لك نبدأ منين؟ ما احنا لازم نبدأ منين؟ نبدأ استحالة يا كابتن مصطفى، استحالة اسمح لي يعني انا برضو يعني فضل. استحالة انك انت هترجع تاني تفكر انك تقف على رجليك الا بقوانين بتنظيم. مش هنبقى كل شوية نروح للمهندس ابو رمحلب رئيس الوزراء وشوية نطالب برأس الدولة الرئيس السيسي ان هو يحسم لنا الامور دي كلها. معلش محمد، ما انا بقول لك مش بقول لك ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا بقانون. ربنا خلق الدنيا بقانون، نزلنا القرآن عشان يبقى دوت
اللي بيحكم ما بيننا وما بين الناس ما بين البشريه كلها. ما بالك اتحاد كوره، ما بالك قوانين كوره. انت اساسا عندك قوانين لكن لا تطبق على المزاج. لان النادي الاهلي قوي، لان الزمالك قوي صوته عالي اللي من دول. النادي الاهلي رئيسه ما بيتكلمش، وانا بعتبر عدم الكلام زي الكلام. صح، بعتبر عدم الكلام وان احنا ما بنردش زي البغبغان، صوتها سلبيه. بالظبط، ده زي ده. لكن النادي الاهلي قوي، النادي الاهلي نادي كبير وعظيم، ومش عايز اقول عشان انا بنتمي ليه. النادي الاهلي هو مصر، النادي الاهلي شال قبل كده الرمز الكبير. طبعا ده بص يا محمد عباس، اللي ما تعاملش مع هذا الرجل معرفش رجاله، مش حد يتعلم منه، مسالش مني يعني برضو يعني مصر مش دايما مصر دايما يا كابتن مصطفى ولاده بزعماء في كل المجالات. يعني راجل الله يرحمه اللي قاعد برضو ورا ده ثابت الكره فاز، يا خبر ابيض، شخصيه حديديه، يا خبر ابيض، ثابت البطل. يا خبر ابيض، الله يرحمه. والله بص مصر ولاده زي ما احنا بنقول. لكن المصالح بتتصالح. الراجل اللي ورايا ده اللي في الصوره اللي انتوا جايبينه، الاستاذ كريم جايبه، كابتن صالح ده هذا الرجل العظيم لم يستفد من النادي الاهلي بوجبه، يا سلام، بجنيه. الله، تخيل. كابتن صالح سليم ده، هذا الهرم، كان بيضيق البدله ويوسعها، كان بيضيق البنطلون ويوسعه. انا اول مره اقول الكلام ده، مش سيجار ب 150 جنيه. فالمواضيع مختلفة. مش عايز اتكلم في اللي لا فات خالص، انا مش لكن انا بقول على هذا كمان برضه الشخصية ده اللي ربنا يشفيه الكابتن طارق سليم، ربنا يشفيه طبعا، وشخصية محترمة جدا للنادي الاهلي، ربنا يشفيه. لا يشفي، في الشك ربنا يشفيه. يعني وكابتن حلمي زمورة ده طبعا هرم، ابو رجيلة، كابتن ابو رجيلة كبير. ايوه، ابو رجيلة صاحب شركة، كابتن نور الدالي، بتتكلم على قامات. عبد الرؤوف ابو رجيلة اسمه ايه؟ ولكن اسمه ايه؟ لا، انا اعرف ابو رجيله، احنا دايما صاحب شركه السيارات. يا جماعه اللي ما يعرفش، ابو رجيله ده كانت اول شركه سيارات خاصه في مصر. فانا عايز اقول القامات الكبيره اللي احنا علمتنا وتربتنا دي، يعني اللي زرع فيا حبي ولائي وانتمائي وعشقي وشخصيتي في 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 حياتي صالح سليم. انا اختلفت معاه مره. في ايه؟ اختلفت معاه في الانتخابات، كنت عايز حاجه من الوزير، وهو قال لي انا ما بكلمش الراجل ده. وزير ايه؟ وزير الشباب؟ من غير اسماء. تمام عارفه. فقال لي لا، انا ما بكلمش مع الراجل ده يا مصطفى. قلت له انت بص، قلت له كابتن صالح، انت مش بتتكلم بصفتك الشخصيه، انت بتتكلم بصفتك رئيس النادي الاهلي، وانا لعيب عندك، وانا يعني ابن من ابنائك. يعني طبعا. قال لي انا مش هكلمه، فاخدت موقف. فكان ساعتها في انتخابات النادي الاهلي، نزل كمال بيه حافظ الله يرحمه، هذا الرجل القيمه والقامه، وسياده الفريق هذا الرجل الفاضل الله يرحمه، لما سندت الفريق مرتجل. بالظبط، انا كنت مع كمال بيه. مع كمال بيه، وكنا كان في دعوه للنادي الاهلي، كنت لسه مبطل انا ساعتها، والشيخ الله يرحمه الشهيد فهد الاحمد بعت لي زياره. طبعا واخد بالك. فانا عايز اقول لك الفرق ما بين الناس وناس، مش ناس تحاربك في اكل عيشك، ناس تقفل عليك البيبان الرزق اللي ربنا بعتها لك. عمال اهرب منه يا محمد عباس في المطار وفي البتاع، لحد ما زنقني والطياره نازله هناك في الكويت. قال لي مصطفى تعالى. راح فهد الاحمد؟ لا، كنا رايحين للشيخ الشهيد الله يرحمه، كان ماتش اهلي والقادسيه الكويتي. قال لي بص، انا عارفك انت مع كمال حافظ، انت كبرت في نظري اكتر من الاول. يا سلام. تحط شنطتك وتجيلي الاوضه وانت في الكويت. واحنا في الكويت، واحد تاني يعمل فيك ايه؟ يقطع رقبتك. استبعدك. يقطع رقبتك. استبعدك. ويحاربك ويعمل ويسوي ادي الفرق ما بين الرجاله. استبعدوا هو الجمعه وخدوا حسام غالي وعبد الله السعيد، مع احترامنا ليهم، يعني برضو ده كنت شايفه حاجه مش منطقيه خالص. يا تستبعد الثلاثه يا تصفر الثلاثه وتوقع عليهم عقوبات. لا، انا مش معاك في القرار. انا مش معاك في دي. انا لما ادي مدير كوره لازم يبقى في ظهره حتى لو قراره غلط، ان الهبه هنا بتروح. زي موضوع فتح مبروك. موضوع فتح مبروك من اول يوم ان فتح جاي مؤقت، انا كلاعب كوره لما انت جاي مؤقت مش هسمع كلامك، مش هعمل، مش هسوي، ده بصرف النظر عن كنادي اهلي. لكن انا مش مع قرار اقاله وائل جمعه، وانا معترض عليه من اول يوم. تمام. ان هو انت كده بتتفق معايا في رايي. ما انا بقول لك انا معترض. لا، في فرق انك تعترض ان وائل لسه المفروض يخش مع، يبقى علاء عبد الصادق، زي ما قلت. انا قلت يبقى مساعد لعلاء عبد الصادق. مساعد علاء خبره، علاء خبره، وعلاء اشتغل في انبي واشتغل في النادي الاهلي واشتغل مع كابتن طارق. فلما يشتغل تحت ايد
علاء عبد الصادق هيكتسب الخبره ويبقى مدير كره 10 10، وهو كان لعيب هايل ومن افضل اللعيبه زي ما انا بقول. لكن الحته دي مش اي حد، مش اي حد، مش معناه انك انت لعيب كويس او انت راجل كذا كذا يبقى انت مدير كوره. عكس حسن حمدي، حسن حمدي 27 سنه ومدير كوره ومن انجح مديرين الكوره اللي انا شفتهم في حياتي، ومن اكتر الناس اللي نجحت في النادي الاهلي، ومن اكتر الناس اللي حط اسس ومعايير للاعتزال وللعب والماتشات واللوائح، رغم انك اختلفت معاه كتير. انا بص يعني برضو اصل دي، بص يا محمد عباس انت عارفني يعني، اصل دي حقائق. زي دلوقتي الاخ حمدي بيكلمني بره على مانويل جوزيه انك انت كذا وكذا، وبيقولوا عليه، طب ما انا بقول ان هو عمل تاريخ لن يحدث مره تانية في النادي الاهلي. لكن انا مش مقتنع بيه كمدرب، انا مش مقتنع بيه ان انا اجيب عربيه رولز رويس وتقول لي انت بتسوق ولا ما بتسوقش. لا ده انت جايب افضل لعيبه في مصر، انت عملت ايه بقى؟ انت فين بصمتك؟ في فرق، وانا بوضح تاني للمره المليون، لان مانويل جوزيه اسعدني انا كمصطفى يونس كابن من ابناء النادي. اقول لك ايه، انا كنت برقص لفاروق جعفر على الديسك في ماتشات، ماتش 4-3 ده انا مش عايز اقول لك انا عملت بفاروق جعفر بالظبط، وكنت في الاستوديوهات وبتاع، لان ده بيتي وبيسعدني. لكن هناك فرق يا محمد عباس، من يعمل فريق ويتعب وتحس زي مدربين كتير بدون ذكر اسماء، وانت قاعد كده تقول لي هات لي وهات لي وهات لي وهات لي وهات لي وانزلوا العبوا. هو ابو تريكا حضرك في تصريح قلت ان مفيش اسماعيلي تاني عشان يجي مانويل جوزيه، ده صح؟ طبعا قلتها طبعا وبقولها تاني معاك. هيجي يعمل ايه؟ صح، ده كان فاضل يشتري جمهور الاسماعيلي الاخر، وقلت انا صاحب مقوله نعمل فانيلا نصين، نص اصفر ونص احمر، لان انا ولادي اللي اتربوا في النادي الاهلي طبعا دول، اذا كان فتحي ولا اسلام ولا النحاس ولا كله ولا خالد بيب، ولا دي لعيبه كبار ولعيبه اسعدوني في النادي الاهلي واسعدوني في الكوره في مصر. لكن انا اتربيت في النادي الاهلي يا محمد، امتى هنزل الملعب ده؟ طب ليه دايما يا كابتن مصطفى ياخدوا عليك انك انت صوت المعارضه في النادي الاهلي؟ انا هم فاهمينها معارضه، انا صوت الحق في النادي الاهلي، انا صوت اللي ما حدش بيقدر يتكلم فيه. مالكش اخطاء؟ كل واحد من منا بلا خطيئه يا محمد، من منا بلا خطيئه، وزي بقول لك لما بغلط بعتذر. ويعني ايه معارضه؟ طب سؤال، انا بعارض عشان مين؟ حسيت كم مره انك اخطات واعتذرت بصراحه؟ انا عارف انك صريح مره قلت على يعني الناس فهمت ان انا بتكلم على حسن حمدي والخطيب، بس كان واضح لا بس كان واضح يا كابتن مصطفى، لا مش حسن حمدي الخطيب، لا 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 اداء المجلس، لا 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 في مواضيع اخرى، في مواضيع اخرى، في مش حصل خلط يعني تقصد؟ يعني كنت بتكلم على احد اللاعبين والعمولات والبتاع والقبض وكده، الناس فهمت انا بتكلم على حسن حمدي الخطيب. طلعت تاني اسبوع اعتذرت لحسن عبد الخطيب، قلت له الموضوع مش كده خالص. ده تقصد موضوع جونيور اللي هو بتكلم كتير، هو جونيور لوحده. ده في واحد خد 400,000 دولار ومشي يا راجل، ما دخلش النادي الاهلي يا بيه. طب ما توديني كده، لا ما خلاص بص المواضيع دي خلصت يا محمد، انا مش عايز اتكلم فيها بصراحه. طب اتفضل. ويمكن انا برضو طالما فتحت الموضوع ده، انا يمكن كنت قاسي شويه. كنت قاسي؟ احترم شجاعتك يا كابتن مصطفى. لا بص لا بصراحه بص. انا الخطيب ده بالنسبه لي يعني طبعا، انا مش عايز اقول لك وانت عارف يعني. في المجلس محمود طاهر انت سندته صح؟ هو طب. معنى ما برضو انا بتكلم، طب اكمل بس اكملك السؤال. سندته بقوه في الانتخابات، ايوه، تقييمك له الاول بعد كده زعلوا منك من ما قلت في تصريحاتك الاخيره مع الكابتن شبير ان الاهلي بيستقوى بالجماهير، ودي حقيقه. طب ما دي حقيقه، ودي يعني هو ده كلام غلط يا ابو حميد؟ يعني انا من اشد المؤيدي، وانا اول واحد في مصر قال محمود طاهر، وهات عدد اخر ساعه قبلها بسنه على غلاف انا وقلت اصلح واحد لهذه المرحله محمود طاهر. طيب معنى ان انا اقول محمود طاهر ويعمل حاجه غلط اسقف له؟ لا طبعا، لما من وجهه نظري انا الشخصيه ان في حاجه غلط امشي في الخط؟ لا طبعا، عشان اعجب. انا معاك، مش انا، هم مش في الخط يعني. من خلال برنامجي كان جريده مثلا، انا مش عاجبني جريده، ولو كابتن فتحي مبروك جه بدري شويه كان ممكن ياخد الدوري من زمان. مش ممكن، كان اكيد هياخد الدوري. بالظبط، كان اكيد هياخد الدوري فتحي مبروك. صح. بص يا ابو حميد، احنا اتربينا في النادي الاهلي على مصلحه النادي الاهلي ثم مصلحه النادي الاهلي ثم مصلحه النادي الاهلي، احنا اتربينا على كده في النادي الاهلي. فبالتالي اللي انا شايفه من وجهه نظري، وممكن ابقى غلط، مش ممكن ابقى صح، مش كل حاجه صح،
ممكن ابقى غلط، لكن انا شايف ال- 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 التصرفات يعني مش عايز اقول برضو سابق الخبره هناك مع المهندس محمود طاهر، كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي ما عادش كتير ومشي، كان عضو اتحاد كوره في اتحاد الكوره وعادش، لكن هذا الرجل من الناس الافاضل ومن الناس اللي انا بحترمها وبحبها جدا صرف النظر عن النادي الاهلي، على فكرة ومهذب في تصريحاته كمان جدا ومؤدب. المداخله يا راجل اللي عملها مع الصديق العزيز خير رمضان بالظبط تدرس في الذوق والادب والاحترام. انا كان نفسي اعمل ده من زمان بقى بالظبط، ما كانش يستنى ده كله بالظبط، لان مواضيع تانيه كتير مش ده بس. ما هنا انا عايز اقول للمهندس محمود طاهر اتفضل، انت مش بتتكلم بشخصك، انت بتتكلم باسم 70 80 مليون مصري اهلاوي، فبالتالي انا كنت لازم تطلع مش لازم اطلع اتكلم اشتم ولا اطلع ارد لا خالص، لا 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 لا, لا, لا. طلع عبد العزيز عبد الشافي، انت عارف ان انا تاني مره يا محمد يا عباس اشوف كابتن هذا طبعا الاستاذ هذا العمري كمان كان منور الصوره. طبعا اتفضل يا كابتن اتفضل. عبد العزيز عبد الشافي بالانفعال ده، عبد العزيز عبد الشافي ده عارف لما ابقى نشايط وعندي مشكله وزعلان ومتضايق اكلم عبد العزيز يخليني يرجعني تاني. انا اتشرفت ان اشتغلت معاه يا كابتن مصطفى ده زيزو ده فتره حاجه يعني ده بني ادم طبعا، ده اللي يبقى مدير كوره بقى طبعا، ده اللي يبقى مدير كوره. طب سؤال بقى سؤال بقى مهم جدا، كان طبعا معلقنا الرياضي الكبير كابتن محمد عفيفي ابو حميد حبيبي شاف البرومو بتاع حضرتك على النهار وكلمني قال لي كان باور معاك النهارده، قلت له ايوه، قال لي اساله سؤال قال لي كابتن مصطفى يونس فين من مدير قطاع الكره، كابتن عزاز عبد الشافي من فين في مدير قطاع الكره؟ انت رديت من شويه قلت بيسموني معارضه واحد الناس الافاضل في النادي الاهلي، وانا ما كنتش حابب اقول الكلام ده لكن عشان انت سالتني اطرح اسمي فعلا قال لك ده معارض، كنت تقبل يا بيت ده النادي الاهلي يا محمد عباس؟ انا بس برضه سالك سؤال برضه عشان اخد تصريح، ليه ما قبلش؟ ليه ما قبلش؟ ده بيتي في اي مكان، انت قلت لي مره انا على باب الحمام. طب خلاص انت بتتكلم في ايه؟ ده بيتي. اللي واحد يقول لك الاهلاوي المزيف، انا المزيف ولا انت؟ انا ابن الشرع زي ما قلتها قبل كده، انا ابن شرع للنادي الاهلي، انا مش جاي واخد ملايين من النادي الاهلي وجاي نجم وجاي منتخب مصر. انا جاي كنت بزوغ من الكمساري بالثلاثه ساغ عشان اروح النادي الاهلي اتمرن، عشان ما ادفعش ثلاثه ساغ في 26 بتاع شبرا. انت جاي راكب مرسيدس ولا راكب 4x4 وداخل النادي الاهلي، فالاحساس مختلف. احساس لما انت متبني طفل احساسك بيه مختلف، لما يبقى من صلبك طبعا مختلف طبعا، فده صلبي حتى في الميراث بالظبط. طيب فمع احترامي للزملاء، تسعى لو قلت انك مغضوب عليك في النادي الاهلي ولا تفرق معايا ولا تفرق تمام. انا اكبر من كده يا محمد. انا اللي يهمني النادي الاهلي اشوفه في احسن نادي في الدنيا. انا اللي يهمني ان ولاده ولاعبته اللي زيه حالاتي كانوا بيستنوا الفرصه عشان يلعبوا ويلبسوا الفانيله الحمراء ديت عشان يلعبوا، مش جاي سوبر ستار، لكن في نفس الوقت لازم ادعم ولازم اجيب ولازم اشتري، لكن ما يبقاش 10 سنين هو حسام عاشور، واللي لعب حسام عاشور مين؟ فتحي مبروك، ولما جه حسام البدري لعب العيال الصغيره كلها بالظبط، وبعدين اتقلب عليه وراح ماشيينه. يعني انا مش عايز برضه عشان اقول انت اتكلمت على كابتن علاء ابصاد من شويه، قلت انه خبرات كبيره جدا. طبعا علاء يعني شخصيه جميله وراجل خبرات كبيره جدا يعني، وراجل اشتغلها مع كابتن طارق. انت بتتكلم على كمان موسوعه كمان كابتن طارق يعني. في انبي كمان عمل انبي عمل طفره مع الوزير سامح فهمي طبعًا. هذا الرجل الفاضل اللي اسرى الرياضه المصريه طيب. بالاستادات وبالملاعب اللي يقول لك البترول وعمل، لا ده بالعكس، هو سامح فهمي فين دلوقتي؟ مع احترامي يا معالي الوزير، بعيد عن الاستراحة، هو خد الاستادات والانديه وهذه البنيه التحتيه الاساسيه، خلي بالك، خدها ومشي وبيلعبوا كلهم فين حالا؟ في بترو سبورت بتصار. الملاذ الاخير ايوه بيه ايوه، بس عشان نعرف الناس ما علينا. طب الكابتن علاء عبد الصادق في حوار مع الكابتن احمد شوبير قال ان او في بعد حوار مع الكابتن شوبير قال في استياء من داخل المجلس من تصريحاته الاخيره، وقال انه بيستقبل الجماهير والحاجات دي، شايفها ازاي بصراحه؟ لا انا طبعا انا كومنت على علاء عبد الصادق، كومنت طبعا تمام، زي كومنت على المستشار مرتضى منصور يقول لك انا هجيب لكم مليون جنيه حوالين النادي، مليون لا ما ينفعش، مش وقته ايه ده؟ هو احنا فين بالظبط؟
النادي الاهلي باسمه، النادي الاهلي بتاريخه، ونادي الزمالك نفس ونادي الاهلي والزمالك باسمه، والاسماعيلي والاتحاد والانديه العريقه وسكه الحديد والاولمبي السكندري طبعا. لكن ما اقولش جماهير هو احنا فين هنا؟ هو احنا في الغابه؟ والوقت نفسه، التوقيت والظروف السياسيه اللي بتمر بها البلد بالزبط. مش وقتها خالص. انا كان نفسي مستشار مرتضى منصور مهندس محمود طاهر كل يوم كده او كل اسبوع يجيبوا جماهير النادي الاهلي اجتماع، تعالوا في المدرج ميكروفون بلدنا ومصلحتنا، يجيبوا راجل من الازهر، يجيبوا واحد دكتور علم نفس. والله يا كابتن انا قلت لزميلي اللي بلغ بعد امبارح، قلت له انا نفسي اروح اعمل مع فضيل الشيخ الازهر حوار للشباب دول يقولوا لا ايه. لا يجي مش انت اللي تعمل حوار يا محمد، ده يجي تعمل مع باب. بص الولاد دول 15 سنه و16 سنه، الشباب والحميه صعب جدا، وصعب التعامل معاهم. تمام، يعني عايزين واحد يعرف يتكلم معاهم. لما تجيب النجوم الكبار في الاهلي او في الزمالك، تجيب الجماهير دي وتعدها في المدرج ان احنا عايزين نرجعكم. انا راجل مش بتاع كوره، وانا ضد بتوع القطس، مش كلهم. المجموعه بتاعت الهيجان وبتاعت القبض ده عملوا مشاكل في تونس. ايوه بيه، ما كل مره خانقوا في تونس وخانقوا مع باسم مرسي بتاع الزمالك. طيب طيب وباسم برضو طيب. انساق ورا لا، ما باسم ده برضو لاسع لاسع لاسع، لازم لا يعني نجم كبير بتلعب في الزمالك، لازم كل كلمه وكل حركه. انا عايز اقول تصرفاتك انت بتلعب من اكبر الانديه في الشرق الاوسط. بس مرسي انا من الناس من خلال برنامجي حركه يوم حد متابع كنت بكلم عليه هو في الانتاج الحربي، وقلت له ده بيلعب كويس جدا. فضلت الحمد لله عملت مداخله مع الاستاذ علي براشي كان ضيفه، وقلت له بس انا بعمل معاك مداخله عشان اقول لك ان انا كنت صح. قال لي فعلا كنت صح، اكتر واحد ساندني كان محمد عباس، اكتر واحد اتكلم عليه كان محمد عباس. بعد الحلقه كلمني. لا فانا عايز باسم، قلت له باسم بعد اذنك يا كابتن، قلت له باسم بعد اذنك انت بقيت في مكانه كويسه جدا، حافظ عليها. قال لي اوعدك من الموسم الجديد لا تلاقي صوره ولا تلاقي شعر ولا تلاقي مشكله ولا تلاقي اي حاجه. محمد هو حر اكيد، هو حر لكن مش حر في تصرفاته. بالظبط، مش حر في كلامه بالزبط. مش في كل في تصريحاته انه ينتقد زميل او ينتقد مدرب او ينتقد او يتعامل مع الجمهور. النجوميه مش كره بس. هو علي ابو جريشه لحد دلوقتي علي ابو جريشه ليه؟ طبعا حازم امام، كابتن طه الله يمسيه بالخير، زي القيمه والقامه، كابتن زيزو، كابتن عبد العزيز، كابتن محمود ابو رجيله، كابتن كتير طبعا. مش كوره بس، ممكن ممكن يبقى في ناس كان احسن منهم. لكن الكوره اخلاقيات. انت عارف مين اللي صعبان عليا؟ اتفضل. وكنت متخيل ان هيبقى محمد صلاح الثاني محمد ابراهيم، وارجو ان يكون محمد ابراهيم سامعني، وارجو ان محمد ابراهيم ابني ان يكون يستوعب الدرس. كان درس قاسي على فكره، درس قاسي يا محمد. وانا كلمت عمر جابر قبل ما يسافر، قلت له خليه يكلمني لان صعبان عليا هذه الموهبه من قبل ما يلعبوا، قبل حد ما يعرفهم. كنت بقول له على الفضائيات كلها. معايا كان معايا الجماعه بتوع فاروق وزيزو وجماعه بتوع الزمالك وطارق يحيى وبتاع وحلم طولان. قال له يا ولاد انتوا عندكم حته لعيب كوره، هيبقى حته لعيب كوره محمد ابراهيم. شوف عمر جابر. عارف انا قلت له ايه يا كابتن في رمضان؟ قابلته في رمضان، كنت معزوم في دوره رمضانيه. قلت له كنت انت، انا من وجهه نظري شخصيا انت كنت طالع اعلى من محمد صلاح، بس انت ما حافظتش. لانه بص لحاجات تانية. لاعب كوره وانا بقول له يا محمد ابراهيم، محمد العب كوره بس، مالكش دعوه. زي رمضان صبحي. رمضان صبحي ده مشروع سوبر ستار. الله، سوبر ستار. اللي زي ما قلت على جريده، اللي ما لعبش محمد صبحي ده رمضان صبحي يبقى ملوش علاقه بالكوره، يروح يلعب باسكت، يلعب هاندبول، يدرب بتاع. قدامك جوهره، جو لعيب كوره، واذا مش بنفس الاسلوب والاعتراض والكلام ده مش هيكمل. مش انا بقى اتمنى ان هو حد يبقى شايفني ويقول له. يعني ما عجبكش الحركه بتاع الماتش ده الزمالك؟ لا دي برضو ولد صغير فاني يعني. لكن انا بتكلم في الاعتراض وفي الزعيق وفي زي حسين السيد. طب معنا صديقنا وزميلنا الاعلامي الكبير ونائب رئيس قسم الرياضي بجريده المصري يوم، الاستاذ اسلام صادق. استاذ اسلام اهلا بيك. ده من تونس؟ اه من تونس. اسلام الصوت في حاجه، هنرجع تاني مع زميلنا اسلام صادق من تونس. انا عايز ارجع يا محمد اللي انت، انا بس قبل ما انسى بس السؤال. عمر جمال قصدي، ما شاء الله. ايه طبعا ده إيه انت من الناس اللي بص ايه اللي بيحصل له الايام دي؟ هو مستعجل؟ قصدك عمرو جمال بتاعنا؟ بتاعنا. مالك انت، مالك يعني ساهمت كده ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ اصل خساره. ما انا بقى دايما انا عارف انت اكتر واحد عندك قناعات بيه، وانت اللي جايبه من الالومنيوم. اصل خساره يا محمد. خساره يعني المواهب. قيمك له كفني ازاي يا كابتن؟ لا
فرويد اتولد فرويد اتولد فرويد اتولد فرويد اتولد عشان يلعب كوره. عمرو جمال من اللعيبه على فكره كان معايا بس كان موقوف ماتش السنغال. تمام فاكر الماتش الاخير فعمرو جمال. لكن انا برضو عشان ابقى صريح وابقى راجل بقول كلمه حق، انا شاكك في ركبته انه لسه عنده اصابه. يا سلام. لان الجاريه مش طبيعيه. الكلام ده سيف زيزر قاله وزعلوا منه وحصل. لا انا بقوله على الهوا. هو احنا محمد هو احنا ما بنفهمش؟ هو احنا ما بنشوفش؟ هو احنا مش بتوع كوره؟ هو احنا مش بتوع كوره؟ عمرو جمال ده ابني زي صلاح وزي حياز. انا برضو زي جده برضو، تحس انه جده نفس جده. كل سنه وانت طيب. يا سلام. جده زي ما لعبش كوره السنه دي ورجع مش هيكمل. مش هيكمل. بص تاني يا كابتن مصطفى الفراوده تاني بس ارجع لي بس معلش يعني برضو عشان برضو يعني واخدين برضو من خلال كلام حضرتك يعني احنا سعداء بيك ودايما جينا كل فتره. يعني قول تاني على عمرو جمال وقول على جده تاني. اتفضل. عمرو جمال انا شاكك ان رجلي فيها حاجه، لان انا قريت ان هو خد حقن عشان خشونه. يبقى عنده مشكله في ركبته. في الحاله دي يبقى فتحي مبروك عنده حق ان ما لعبوش. طب ما فيش حد ولازم يتعالج. ولازم يتعالج صح، لان ده خساره. جده اذا ما لعبش السنه دي القطر هيفوته، لان النادي الاهلي جايب صفقات تقيله. نختلف نتفق على المبالغ، ده موضوع. طب رجعنا اسلام صادق. استاذ اسلام محمد برحب بيك وبرحب الكابتن مصطفى يونس. طب سمسم وحشني معك الكابتن مصطفى الاول. ده معاك طمنا على تونس والناديين الكبيرين، ما خلوهم يلعبوا بعض هناك ونخلص يا اسلام. والله العظيم يعني يريحونا. والله يريحونا. طمنا عليهم. لا هو انا يعني الاول بالنسبه لنادي الزمالك النهارده خد المران الاول ليه من ساعه ما جينا. طبعا انت عارف حضرتك يعني هم موجودين في مدينه صفاقس. الرحلة كانت شاقة جدا يعني من تونس العاصمة لصفاقس 4 ساعات. فطبعا فريرة فضل امبارح ان الفرقة تستريح، بجانب طبعا الأزمة اللي كان تعرض ليها باسم مرسي من مضايقات من بعض جماهير الاهلي اللي كانوا متواجدين معاه. ففضل استاذ اسلام. استاذ اسلام حضرتك شفت الموضوع بتاع بس مرسي ده شفته ولا يعني انت سمعت عنه برضه عشان يعني وجودك في الحدث؟ انا كنت واقف مع باسم. طب اتفضل. احمد ديودار واحمد الشناوي يعني وهم خارجين من المطار لقوا بعض من الجماهير بيستفزوهم وقالوا لهم الفاظ خارجه. اضطر باسم مرسي ان هو يرد. طبعا انفعل في الاول، كان عشان بس تبقى الصوره واضحه، باسم كان ساكت مره واثنين وثلاثه، وبعدين ان خرج عن شعوره. والمشكله ان يعني الولاد دول بعد ما عملوا الأزمة اختفوا تماما وقت ما الشرطة التونسية جت. ويمكن أنا اتكلمت مع أحد أفراد الشرطة التونسية، وللأمانة يعني الشرطة التونسية كانت متعاونة جدا في إنهاء الأزمة ومقدرة الموقف. ما تفهمش بقى هل كان بسبب مثلا باسم مرسي في مشاكل أو بعض مشاكل بينه وبين جمهور النادي الأهلي، او يعني هو مش عايز، او بعض الجماهير ديت كانت ليها رغبه ان يظهر نادي الزمالك في تونس بالشكل دوت او بال يعني كان في سوء نيه. اسلام نعم سوء نيه مبيته يعني بصراحه. لا يعني انا ما باكد لك ان هي اسلام شيء مؤسف. شيء مؤسف يعني انا اسلام انا شايف ان ده شيء مؤسف. طب ده كفايه بلاوينا جوه البلد. جوه البلد عندنا نعمل اللي احنا عايزينه. لكن في تونس يعني كمان، ودي مش اول مره اصلا يعني. بالظبط يعني حصل اكتر من مره دوت يا كابتن مصطفى، فشيء طبعا مؤسف جدا. انت في النهايه ده يعني فريق بيمثل بلدك، بيمثل مصر. فمش يعني انك تعرضه للاستفزازات بالطريقه ديت، ايه الهدف منها وايه الغرض منها؟ يعني احنا دايما بالنادي وخاصة
يعني مع الانديه التونسيه او كل الانديه اللي بتيجي باحترام الناس، فما بالك بفريقك انت او فريق بيمثل بلدك سواء من الاهلي سواء من الزمالك، ويكون اللي بيعرض له دوت مش جمهور النادي المنافس ولكن ده جمهور بلدك او بعض من الجماهير، عشان نكون يعني ايه محقين. اكيد امال انا كنت انا قريت يا اسلام ان جمهور الزمالك هيروح يشجع الاهلي وجمهور الاهلي هيروح يشجع الزمالك. لا 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 ده بلد تانية دي ولا ايه؟ حضرتك النهارده الجمهور نادي الزمالك كان موجود في التمرين، رفض ان يحضر المران. احمد مرتضى منصور رئيس البعثة وعضو مجلس الاداره اداره نادي الزمالك راح لهم بنفسه وقال لهم لو في مشاكل بالنسبه لكم، قالوا له لا احنا مش عايزين حاجه منكم. قال لهم لو عايزين تذاكر نوفرها لكم، يعني برضو قالوا له لا مش عايزين حاجه. بعض من المصورين يعني زمايلنا راحوا يصوروهم قالوا لهم ما تصوروا. اكيد يعني طبعا يا كابتن مصطفى يعني حاجه. طب اقول لك ايه، طلعنا اول فاصل وبعد كده ترجع تعقب على الموضوع ده. ماشي اوكي، طلعنا فاصل. رجعكم تاني بعد الفاصل وهنتواصل تاني مع الزميل اسلام صادق من تونس. اسلام اهلا بيك. استاذ اسلام، كابتن مصطفى كانت يعني تكملة لكلام اسلام صادق، الجماهير يعني هل جماهير الاهلي كانت مبيتها النية؟ انا قلت الكلام ده انها تروح وتستنى ميعاد نادي الزمالك، ما ده اسمه سبق الاصرار والترصد زي ما بيقولوا عليه في القانون، ويلاقوا بس مرسي يشتموه عشان يعملوا مشكله يبان فيها شكلنا وحش بالظبط. طب معنا اسلام. الو استاذ اسلام. محمد ازيك، مرحب بيك تاني. معلش انا في الخط بيقطع ولان انا في الطريق من صفاقس لتونس العاصمه طبعا، عشان هروح طبعا بكره ماتش الاهلي والترجي. تونسي تمام، بنتمنى تمام. وبعدين ارد بقى تاني يوم الاحد على صفاقس. معلش بقى رحله مفقوديه الزمالك والافريقي. ما انت بتطلع بالليل والصبح، فيعني انت متعود. خلاص بقى يا كابتن مصطفى، يعني انت متعود يا حبيبي. اسلام طمنا، اهم من ده اسلام طمنا على الفرقه وعلى اللعيبه وعلى التشكيل بالنسبه للفرقتين بالنسبه لحاله اللعيبه. بص حضرتك بالنسبه لنادي الزمالك، لان انا لسه سايبه من حوالي ساعه كده وكنت بتواجد معاهم اليومين اللي فاتوا. نادي الزمالك الحالة مطمئنة جدا، يمكن كان تعرض حمادة طلبة لارتفاع في درجة الحرارة وكان يمكن اتحط له كانون في دراعه، ولكن أدى المران النهاردة بشكل مميز جدا. النهاردة كمان انضم إبراهيم صلاح من اللي جه النهاردة من القاهرة، جه من المطار على التمرين على طول ولعب وأدى وكان موجود في التمرين كله. فيريرا المدير الفني كان سامح النهاردة للإعلاميين وللجماهير إن هم يكونوا متواجدين. الفرقة اتمرنت على الملعب الفرعي الاستاد طيب لمهير اللي هيستضيف المباراة. الاستاد بيسع ل 15,000 متفرج، وإن كان المتوقع الحضور من 4-5,000 متفرج بس، في عدد حوالي 60 فرد من الوايت نايت أو من جمهور نادي الزمالك هيكونوا متواجدين وحاضرين. بالنسبة طبعا كل اللعيبة شاركت في المران، يعني التشكيل الأقرب ممكن يكون بالنسبة لنادي الزمالك احمد الشناوي وعلي كبر واحمد ديودار احمد توفيق وحماده طلبه ومعروف يوسف وابراهيم يعني صلاح وطارق حامد. الو اتفضل اتفضل. ومحمد ابراهيم وكهربا وباسم مرسي. يعني الشناوي رجع تاني. الشناوي بص هو النهارده الشناوي كان بيتمرن تدريبات فرديه مع الكابتن ايمن طاهر. محمود جنش ما يعني ما كان موجود بيتمرن، كان ضمن التقسيمه لان هو كان عامل تقسيمه في نص الملعب بس، فكان ضمن التقسيمه مش
مش واقف حارس مرمى، هو كان واقف بس زي ليبرو كده اخر واحد مع الفرق. فاللي واضح لنا لغايه دلوقتي ان احمد الشناوي هو اللي ممكن يبدا يعني. صرف النظر كمان زي بكره في الاجتماع الفني للمباراه هيحضروا احمد مرتضى منصور رئيس البعثة وحماده انور. في طبعا انت عارف يا عباس، وطبعا كابتن مصطفى يونس كمان عارف، في تعاون كبير من مسؤولي نادي الصفاقس التونسي، موفرين كل حاجه. في عايز اقول لك ان كمان المدينه نفسها عامله زي مدينه الاسماعيليه، فالفندق قريب للملعب، الاماكن قريبه. ورغم كده كان موجود النهارده حراسه امنيه مشدده على الفريق، رغم ان ما فيش اي مضايقات من الجانب التونسي. بالعكس انت عارف التوانسه يعني ناس محترمين جدا. طبعا نفس الامر بالنسبه للنادي الاهلي. المعلومات طبعا انا لسه رايح لهم دلوقتي، ولكن المعلومات الوارده من زمايلنا الاعلاميين هناك والصحفيين ان الحاله مطمئنه جدا، وعندهم رغبه نفس الامر في تحقيق الفوز باذن الله. الاعلامي اسلام صادق نائب رئيس قسم الراديو جريده المصري اليوم، بشكره شكرا جزيلا. تعقيب يا كابتن مصطفى. لا طبعا انا الشناوي تحديدا كمان الشناوي، انا بحيي الراجل فييرا الحقيقه على المدير الفني بتاع الزمالك انه قعده على الخط ولعب الاولاد التانيين. وجنش كمان يعني وجنش. ما صدق هايل الفرصه هايل، لان الشناوي لازم من فتره اخرى يتقرص، لان انا مريت بالتجربه دي معاه مع الشناوي. هو معايا في المنتخب، واخد بالك؟ برضو انا عايز اخد راحه وعايز اخد بتاع يعني، مش خلاص الموضوع خلصت يعني. لكن انا بحييه. هي دي المديرين الفنيين التقال، ما يخافش من اللعيب. طب على فكره معانا لسه اسلام صادق ومعاه النجم ايام بن ذكري. اسلام محمد، انا يعني حابب ان انت طبعا كابتن مصطفى تتكلموا مع النجم الكبير والمميز جدا كابتن يامن بن ذكري، لسه طبعا هو هيكلمك بشكل اكبر عن الترجي والصفاقس التونسي. لسه مكلمه النهارده العصر كابتن يامن. لسه ايه كابتن يامن. كابتن يامن السلام عليكم. وعليكم السلام كابتن محمد، وبرحب بيك وبرحب كل ضيوفك على الاستديو. لا ضيف النجم الكبير كابتن مصطفى يونس. طيب بنرحب بكابتن مصطفى يونس. اهلا بيك يا احمد العريف. سلمنا العريف يا من، تحياتي ليك. بخير شاشه النهار رياضه، يعني طمنا الاجواء، الراي العام الرياضي التونسي عن مباراه الاهلي والترجي والزمالك والصفاقسي. والله شوف، المباراه الاولى خلينا نخليها في اداره، المباراه الاولى اللي نتكلم عليها بكره يعني مباراه الاهلي وترجي. عارف ترجي دلوقتي قاعد دلوقتي بدور على الكبرياء بتاعه، وفي في 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 مساله عارف كبرياء بتاع النادي، خسر 3-1 في مصر، وعاوز عاوز عاوز يكسب النادي الاهلي. طيب اكيد يعني هو عاوز يخلي حدوده كويسه في مش عارف، انت مش عارف ممكن يكسب الاهلي بعدين في حد فيهم يقع مع الملعب المالي. يعني حظوظه صحيح قليله جدا، بس هو بيقول لك انا يعني فريقي نلعب الكل كله، انا اسمي ترجي، وزي ما قلت لك يعني بعد الخساره بتاعت كاس الربع النهائي في كاس ضد نادي حمام الانف، فترجي الرياضي التونسي عاوز يوري الناس انه نادي كبير، والخساره دي مش هتوقعه. طب بالنسبه للزمالك والصفاقسي؟ الزمالك والصفاقسي دلوقتي الزمالك محتاج يعني محتاج البورت عشان يقف يعني عشان يطلع هو الاول في المجموعه بتاعته. نادي الصفاقسي دلوقتي كنت متكلم مع الكل هنا في صفاقس عشان المباراه تكون يعني صعبه بالنسبه للزمالك، عارف لانه النادي الصفاقسي مالوش ضغط يعني ما فيش ضغوط عليه، وانت تخاف من الفرقه دايما اللي ما لهاش ضغوط عليها. نادي الصفاقسي تلعب المجموعه دي وتلعب خير خالي الوفاء،
في لعيبه جديده بتتجهز، وانت عارف اللعيبه الجديده ممكن عاوز تثبت انفسها قدام الزمالك، فالمفروض يعني الزمالك يكون حريص على على على, على, على الحته دي، وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني المباراه تكون كويسه ويستمتع بها كل المصريين والتونسيين. يا من افرح بقى باسلام صادق كثير، ها افرح بيه. أكيد. بشكرك النجم يامن مذكري، بشكر الزميل إسلام صادق، شكرا جزيلا من تونس، يعني حطونا معهم في الأجواء كلها كابتن مصطفى. هو الماتشين، أنا شايف الماتشين صحيحين للأهلي والزمالك. الزمالك لو اتكلمنا على الأهلي الأول إنه هيلعب بكرة، الأهلي أنا شايف ماتش الأهلي صعب كابتن. صعب ممكن، لكن الصعود سهل. أوكي معاك، بس خلي بالك يعني الترجي بعد يعني ما كانش له أمل خالص مباراة. الترجي أقصاه يوصل تسعة بونت، لو كسب الماتشين يبقى 9 بونت. الاهلي لا قدر الله لا قدر الله مش هيحصل، لو خسر الماتش اللي فات اللي جاي ده بكره وكسب اللي بعديه المالي يبقى احنا 10 بونت بالظبط. فالمواضيع سهله، وارجو ان ده يبقى يعني ليه تاثير ايجابي على لعيبه النادي الاهلي. نادي الزمالك الموضوع منتهي بالنسبه له، انه بيلعب الصفاقسي، والصفاقسي عنده بونت يعني الموضوع منتهي. بقول لك ما لهمش حظوظ خالص، ما لهمش حظوظ خالص. فانا شايف الماتشين ان شاء الله بكره وبعده سهلين للفرقتين الكبار، ولكن اتمنى ان النادي الاهلي يكسب والزمالك يكسب. الاهلي يكسب والزمالك يكسب، الاهلي يكسب والزمالك يكسب اكيد، لان دي تدي قوه للكره المصريه والكره والمنتخباتنا وكده. فان شاء الله باذن الله نتمنى التوفيق. نرجع نكمل تاني على عدم وجود رياضيين لعب كره قدم في النادي الاهلي في مجلس المهندس محمود طاهر بما فيهم، بس نستثني البرنس طاهر الشيخ، ده برضه عامل برضه محمود طاهر بعيد عن الكوره بكتير، ده برضه 30 سنه بعيد. برضه خلينا نتكلم في حته، طبعا انا معاك لما يبقى حسن حمدي رئيس النادي الاهلي وصالح سليم رئيس النادي الاهلي، كابتن حلمي، كابتن نور الدالي، خطيب موجود في اكيد الناس دي تؤلف الكوره. لكن خلينا نقول ان الانديه اداره او الاداره هي اساس النجاح. حتى لو الناس دي موجوده زي ما بنتكلم وما فيش اداره جيده ما انت تفشل. لكن لازم نقول الفرق ما بين مجلس حسن حمدي ومجلس المهندس محمود طاهر او كابتن حسن حمدي عشان الناس بتزعل بس. والمهندس محمود طاهر كابتن حسن حمدي استلم النادي في 60 مليون جنيه، محمود طاهر استلم النادي في 281 ألف أو 71 ألف جنيه. فأعرف الفرق هنا، ليه الناس بتقول الأهلي ليه وقع أو الأهلي ليه ما يكسبش الدوري السنة دي. إحنا بنكسب بقالنا 10 سنين. قالوا بتكسبه بالأهرام. لا النادي الأهلي وقبل الأهرام قبل حسن حمدي كان فين النادي الأهلي؟ لا إنجازات كتير، تاريخ. ده دي حاجة فارغة، مش عايزين نتكلم في الكلام فاضي يعني. تمام. لكن النادي الأهلي هنا الفرق ما بين مجلس حسن حمدي ومجلس علاوه على ان مانويل جوزيه جاب الطب بتوع مصر كلهم. قبليها قبل كابتن صالح قبل ما يتوفى الله يرحمه، مانويل جوزيه قال له انا عايز 2 لعيب، قال له يا حبيبي ما عنديش، عندي في الناشئين احسن من كل لعيبه مصر، انزل في الناشئين شاور على اي حد هيلعب. كابتن حسن فتح على البحري مع مانويل جوزيه، واخد بالك؟ فمانويل جوزيه جاب لعيبه على اعلى مستوى، احسن لعيبه في مصر على اعلى مستوى يعني منتخب مصر، وده فرق كمان حتى في المنتخب في الثلاث بطولات. دي حقيقة. فمحمود طاهر ما فيش فلوس. يمكن عقد الرعاية السنة دي هو اللي عمل، ودي طفرة لمحمود طاهر، الإنشاءات الرياضية دي طفرة لمحمود طاهر، واخد بالك؟ لكن في حاجات طبعا، في أخطاء، مش عايزين نقول ما فيش أخطاء، في أخطاء، لكن طالما بتتدارك، طالما أنت ما بتقصدش، طالما ان مش سايب ايدين بتلعب، وانا عندي كده هنا يعني علامه استفهام. لكن انا عايز اتكلم على ايجابيات مش عايز اتكلم على سلبيات. النادي الاهلي جاي وجاي بقوه، ومن خلال برنامجك انا متاكد ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكسب كاس مصر وهيكسب الكونفدراليه. كاس مصر الكونفدراليه، الكونفدراليه ان شاء الله باذن الله، لان احنا مش زي ما بيقولوا يعني زار وبتاع عمل وعشان ايمن حفني ولا مش عارف عشان ايه، هو النادي بيقف على لعيب واحد خالص. لا خالص يعني كلام لا. وخلي بالك برضه كابتن مصطفى، الزمالك عمل السنه دي موسم كويس يعني. طب ما كنا عملنا، ما كانوش عملوا ما عملوش عملين ثلاثه للماتشين اللي بعد كده. بالظبط كلام مش منطقي يعني. انا اتمنى ان نطلع اقول احنا كنا وحشين والاهلي افضل والاهلي كسب عشان الاهلي احسن، لكن اقول عملنا عمل ومش عارف اسم امه واسم ابوه، كلام. تريزيجيه ورحيله برضو يعني هيسيب فراغ كبير. من احسن
ما فعل مجلس محمود طاهر تريزيجيه ورمضان صبحي. صح. من احسن ما يعني لو كنت استثمرت ابو تريكه، لو كنت استثمرت بركات، لو كنت استثمرت الحضري، لو كنت استثمرت فتحي الشاطر، النجوم الكبار دول لو كنت استثمرتهم زي ما بيعمل مرتضى منصور كده، مع احترامي طبعا لحفظ الالقاب صديق عزيز، هو ده هي كره استثمار ومش هيأثروا. لو كنت طلعت يعني كل يعني المشهد مرتضى كان ناصح لما باع محمد عبد الشافي، طبعا شاطر طبعا وجريء لكن حته 3 مليون يورو في رمضان، لا لا انا قلت امبارح على فكره صعب يعني كده تعجيزيه، ما تركبش تعجيزيه، انت حط شرط في العقد انا هبيع ب 500000 ب 600000 بمليون وليا 25000 في كل 25% من كل عقد، يبقى عندنا نني وعندنا صلاح وعندنا عمر جابر وعندنا حجازي. طب تشاركني في رايي اللي انا قلت وكنت من السنه اللي فاتت بقول ان تريزيجيه اهم لاعب كره في مصر في الوقت الحالي، خروجه مهم جدا. بلجيكا او اندرلخت هو سنترال انتقال في اوروبا، اعتقد هنشوفه بعد كده في مكان مميز قوي، اكيد هتلاقيه في المانيا في انجلترا في فرنسا في ايطاليا في كده، يعني لان تريزيجيه من اللعيبه اللي تحب الكره تروح له، صح، زي رمضان صبحي كده، زي الكريم بامبو، ما اعرفش هو فين، ازاي سابوه ده انا مش متخيل. دفنم. كريم بامبو كريم ما مصاب بقى حالا، مصاب عنده رباط صليبي، مش كده هو قبل الاصابه فعلا كانوا سايبينه وما كانش بيلعب. لكن طيب صفقات النادي الاهلي الجديده، ايفونا، صالح جمعه، فتحي، جون انتوي، محمد حمدي زكي، والشيخ. ايه تحرجني يا احمد؟ لا خالص تحرجك ليه؟ صفقات الاهلي الجديده، ايفونا، صالح جمعه، فتحي، انطوي، محمد حمزاكي، اتحاد سكندري، الشيخ. اولا صفقات كبيره جدا، صفقات محترمه، لعيبه على مستوى عالي جدا، لكن انا مش واقف على الارقام. يعني واحد كان بياخد 150 الف دولار في نادي هدفع فيه 2 مليون وشويه او اديله مليون دولار. طب الفلوس دي من خزينه الاهلي ولا ممكن نقول رجال اعمال؟ يا بيه طالما دخلت النادي الاهلي يبقى مال عام. خلاص يبقى مال عام على طول. قالوا ان في رجال اعمال بتدفع. انا حتى الراجل اللي مشي ده ما كانش حد، الاهلي ما كانش بيدفع، ده جريده. القصه مش مين اللي بيدفع يا محمد. انت طالما دفعت للنادي الاهلي بقى مال عام، لو دفعت 100 مليون جنيه للنادي الاهلي بتدفع في ايه؟ بقى مال عام بالظبط، ما بقاش مال خاص. واخد بالك؟ الارقام عاليه جدا، مبالغ فيها جدا، وفي موضوع انا مش هتكلم فيه دلوقتي الا لما اتاكد، في موضوع ايفونا ده. موضوع ايفونا زي جونيور برضو كده، مش هتكلم يا محمد خالص لما اتاكد، لان انا جالي تليفون. جالك تليفون؟ جالي تليفون محد ما اعرفوش، يا كابتن انا فلان الفلاني. ايه قال لك كابتن مصطفى بعد اذنك يا كريم؟ على فكره على فكره اتقال الكلام ده، واتقال ان الوكلاء في الموضوع ده بيغلوا، هم اللي غلوا الموضوع ده، ومعروف الكلام ده، واتقال واخدين نص مليون يورو باين او تقريبا او دولار حاجه زي كده، 550 صح يا كابتن؟ نعم. طب ينفع بعدين يا محمد؟ بعدين ايه؟ بس بعدين لما اتاكد. لما اتاكد ده برضه ده كويس، مش هسكت، احترمك في ده محمد، مش هسكت. مش هتسكت؟ مش هسكت. مش هرجع اقول لك بتحارب النادي الاهلي؟ لا، بقول لك اما اتاكد زي ما قبل كده اتاكدت وجبت الورق وجبت المستندات، طبعا برنامجك زمان وجبت المستندات طبعا. فلما اتاكد حكي اطلع واتكلم بمنتهى الصراحه معنا هنا. يعني عايز اقول لك حاجه، مع يعني محمود طاهر انسان عزيز عليا جدا، لكن مش اعز عندي من حسن حمدي والخطيب. اكيد يعني أكيد. دول عشره عمر طبعا، وكنت بنتقد وكنت اقول ده غلط وده صح وده كذا وكذا وكذا بالزبط. فلما يبقى حاجه غلط مش هسكت. طب الصفقات من الناحيه الفنيه وانت برضو؟ لا طبعا صفقات كبيره. انا ما كنتش عايز فتحي يرجع. ليه؟ فتحي مشي في ظروف صعبه جدا النادي الاهلي فيها. أيوة. ودي مش طبيعه النادي الاهلي. فتحي لعيب كبير ولعيب، لكن انا شايف الكيرف بينزل مش بيعلى. تعال شوف الواد الصغير احمد فتحي. تقصد احمد فتحي؟ احمد فتحي الواد الصغير اللي لعب اسمه محمد هاني وباسم علي. محمد هاني ده ابن النادي الاهلي، انا بتكلم على اولاد النادي الاهلي. نموذج للعيب الطرف. باسم علي في ماتش الزمالك نموذج عالمي للعيب الطرف، مفيش شك. انا منحاز لاولاد النادي الاهلي. ماشي تمام. حسين السيد نموذج للطرف، امتى يدخل وامتى يخرج وامتى يطلع. تاني جابوه تاني. ما احنا قلنا الكلام ده. طيب ومؤمن زكريا، مش عايزين نتكلم في الماضي يا محمد. طيب على الجانب الاخر برضه عشان ندي الزمالك حقه، عشان ما يقولش ان الكابتن مصطفى يونس ده ابن الاهلي ومحمد عباس برضه يعني انتماءاته اهلاويه بيتكلموا على الاهلي بس. صفقات الزمالك السنه دي والسنه اللي فاتت عملت طفره كبيره جدا في نادي الزمالك، لكن انا معترض عليها برضه. طب حقك قول من وجهه انا معترض على الكم الكبير ده من اللعيبه. كم
لان كثره النجوم. حتى كان دخل معايا المستشار مرتضى منصور وانا مع سيف زاهر قلت له كثره النجوم تعمل مشاكل. ده حقيقة. كم واحد ما لعبش السنه دي؟ الدفع فيهم كام؟ لكن المستشار مرتضى عوض ده، عوض الخساره الماليه عبد الشافي، بعبد الشافي مش عارف بمين ان شاء الله، عمر جابر كمان لو في عمر جابر لو فيه بالزبط. عوض لكن كسر النجوم شطارة. اه طبعا هو جريء برضه قرارات شويه جريء. بص نختلف نتفق على مستشار مرتضى منصور صاحب قرار حلو، ده مهم جدا في الوقت صاحب اللي قرار. خلي بالك عارف الظروف السياسيه اللي احنا مرمينا البلد دي وانتخاب الناس وثقتها في الرئيس السيسي، لانه برضه صاحب قرار وان شاء الله للاحسن. معلش يعني المشير السيسي في هنا مصداقيه يعني الناس حاسه انه راجل صادق بالظبط مع نفسه ومع ربنا قبل ما يبقى صادق معانا احنا بالظبط. عشان كده انت لميت 46 مليار جنيه في 5-6 ايام. ده ايه الجبروت بتاع الشعب صح. المصري ده صح يعني. وكل تحيه طبعا لسياده المشير وبنعزيه مره ثانيه والجيشنا العظيم وشرطتنا العظيمه يعني. لكن ما يميز المشير منصور ان عنده جرأة في القرار، لما يعيب عليه الكلام اللي يطلع يقوله. الكلام اللي حصل بقى اللي هو لب الموضوع اللي من حلقه استاذنا الكبير وزميلنا خير رمضان طلع فيها كلام، وكنت شايف وزير دوله رياضه ما تزعلش مني يا ست الوزير، كنت شايفه في موقف حرج جدا، مش قادر يعمل حاجه، نفسه يعمل بس مش قادر. راجل مسؤول يعني راجل مسؤول في الدوله. طب نحرجه ولا نسنده؟ ما هو ده هو يعني ما هو ده انا عايز اتكلم فيه. اتفضل. لما يبقى واحد طبعا انت عارف المهندس خالد عبد العزيز صاحبنا كلنا طبعا وصاحب المهندس محمود طاهر وكلنا يعني طبعًا. اخ عزيز وزميل طبعًا. وصديق عزيز يعني وراجل محترم من ايام ما كان في الاتحاد بيشتغل في الاتحاد وقبل الاتحاد كمان وقبل الاتحاد ونادي الصيد وبتاعه كده. لكن ما ينفعش يبقى الراجل قاعد بيمثل الدوله ما بيمثلش شخصه. المفروض نكبره بالظبط بالظبط. بصراحه انا اتفرجت زي ما احساسك نفس احساسك يا كابتن مصطفى بالظبط. انا مراتي قالت لي كنت شفت الحلقه، انا كنت كان عندي ضيوف من الامارات فروحت متاخر، فالمدام قالت لي ده حصل كذا كذا كذا. قمت الساعه 8 الصبح اتفرجت على الحلقه. طيب لكن إيه انا ايه بقى ايه اللي عجب الكلام بقى ايه اللي عجبك وايه اللي ما عجبكش وايه اللي كنت تتمنى؟ انا اللي يعني عجبني اول مره اشوف الكابتن عزيز عبد الشافي ينفعل كلامه ويبقى انا اللي عجبني المداخله بتاعت المهندس محمود طاهر مرتين وعجبني كلام عبد العزيز عبد الشافي. فكره محمود طاهر ركز قوي قبل ما يطلع يتكلم كلام راجل مسؤول كلام محترم يعني زي ما بقول الوزير اعتذر عن ايه، انا عملت حاجه ده انا اللي طول الليل والنهار بشتم كلنا بنشتم اطلع اقول اعتذر على ايه ولا اتصالح على ايه؟ رغم الخلاف في لغه الحوار ما بين الكابتن عزيز عبد الشافي والمستشار مرتضى منصور، بس في الاخر قال له ان شاء الله الظاهر ان ربنا هداني. انا عايز اقول لك حاجه يعني نعم انت عارف مرتضى منصور مش مرتضى منصور قلبه ابيض بفته عارف كلمه واحده ترضيه. انا اتمنى يكون سامعني واتمنى ان حد يبلغه ان يا ريت ينسى النادي الاهلي، مالوش علاقه بالنادي الاهلي خالص ينسى الاعلام. انت عملت طفره يا سياده المستشار، انت عملت طفره في نادي الزمالك طفره في المنشآت وفرقه الكوره بقالك 10 سنين تاخدش دوري بتاخد دوري صح. انك تكسب من الاهلي او تخسر ده شيء طبيعي وارد. دي كوره بس المحصله ايه؟ بطوله. لكن المحصله بطوله طبعًا. المحصله نادي طبعًا. على اعلى مستوى وده يتحسب لك. طيب فانا اتمنى المستشار مرتضى منصور الفتره الجايه دي ينسى النادي الاهلي خالص يركز في ناديه ومالوش دعوه بالنادي الاهلي. طيب بكل صراحه إيه المواقع وكل ما ينتمي للنادي الاهلي حاطط كلام الكابتن عزيز عبد الشافي وبيسخن بيه، وانا بصراحه الكلام ده مش عاجبني. يعني كلام كابتن عزيز قاله كابتن عزيز يعني لا غبار عليه، راجل محترم فوق الوصف، خلاص قاله في برنامج خلص الكلام، مش عايزين نطنطن بيه. الميديا دي هي اللي مبوظه البلد في السياسه وفي الرياضه وفي البتاع يعني. اوقات كنت بتخطأ وانت بتقدم برنامجك؟ طبعا طبيعي يعني بس ترجع تراجع نفسك طبيعي يا محمد كويس. احنا بشر بس الجرأه والجدعنه والشهامه والاصول لما تغلط تقول انا اسف تقول انا اخطات لكن ما تركبش الغلط. وبعدين للاسف في بعض الزملاء الاعلاميين بيولعوا في الدنيا بدل ما يهدوا بيولعوا. لا ما بقى زي ما في السياسه يا كابتن بقى في حزب اهلاوي بيقول لسان الاهلي وفي حزب تاني بيقول لسان الزمالك. هو أنا لا 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 ده حاجه بقت صعبه جدا. محمد هو انا مش اهلاوي؟ طبعا. هو انا مش يهمني مصلحه النادي الاهلي؟ اكيد. مش يهمني ان خالد ده وانا متكلم عليه من السنه اللي فاتت على فكره متكلم على عبد الصادق عليه من السنه اللي فاتت ما يهمنيش ان 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 النادي الاهلي يجيب احسن لعيبه. لكن طلعت قلت على عبد الصادق غلطان انه يعمل يحشد طبعا طبعا هو يبقى انا وحش عشان بقول علاء غلط؟
لا غلط، لا كلنا بنغلط بالظبط، ما فيش حد ما بيغلطش، بس في اوقات غلط بيبقى يسبب مشكله كبيره جدا. المسؤول الغلط محسوب. صح. المسؤول لازم تقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تنطق. لازم تاخد نفس. وده اللي بنجده في رئيس نادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك. رئيس النادي الاهلي ما بيتكلمش عشان الناس ما نقارنش بين الاثنين. رئيس النادي الاهلي انا اللي بطالبه زي ما طلع كده سكت مصر كلها بمكالمتين امبارح ولا اول امبارح؟ اول امبارح. اول امبارح الراجل بيتكلم بمنتهى المنطق ومنتهى المسؤوليه ومنتهى الادب ومنتهى الاحترام. ووصل للناس اللي هو عايزه. ووصل للوزير اللي هو عايزه. فبالتالي برضو الناس عندنا تعودنا على كده في النادي. طب سؤال لما تم انتقادك من خلال قناة ناديك، ناديك اللي انت ابن النادي، ابن النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي وسنين عمرك طويلة في النادي الاهلي، بتضحك ليه؟ يعني ما كلمتش محمود طاهر؟ ما كلمتش طار الشيخ زميلك؟ على ايه؟ على يعني بحصل لك نقد. طب خلينا بعد الفاصل، خلينا اطلع فاصل. طلعنا فاصل، يلا يلا. رجعكم تاني بعد الفاصل والجزء الاخير من حلقه يوم الحصاد النهار مع بيكن باور الكره المصريه النجم الكبير كابتن مصطفى يونس. كان سؤالي ليه قبل الفاصل عن مهاجمته من خلال قناه نادي، نادي اللي هو ابن من ابناء النادي الاهلي اللي بدا من ناشئ النادي الاهلي لحد ما خلص كره مع النادي الاهلي. بس محمد انا اكبر من كده بكتير وانت عارف. معاك انا مش انا اللي ارد. طب ما كانوا بيشتموني في المجله. مجله النادي. في مجله النادي ده انت مشهور بقى قوي. بص زي ما قلت لك الإحساس مختلف. أنا ابن شرع للنادي. كل الدول في التاريخ. أنا أكبر من كده بكتير والناس عارفة، الناس في الشارع عارفة مين مصطفى يونس ومين فلان ومين فلان. إحنا النادي الأهلي اتروى بدمنا أهو 18 غرزة وأربع مسامير مسامير أربع كسور يا بيه، أربع كسور في التركوة. وشي تعالى اقرب الكاميرا الوش يشوف البوكس والبواني والبتاع احنا ده بيتي. لكن ما حدش فيهم يقدر يقول ده بيتي. انا بس اللي اقدر اقول يا بيتي، انا ولا عبد العزيز ولا صفت عبد الحليم ولا فتحي مبروك ولا اكرامي. الناس دي تقول بيتي، لكن ما فيش ولا واحد من دول يقدر يقول ده بيتي. فده الفرق ما بيني وما بينهم. وبعدين زي ما قلت لك دور على المصالح تتصالح وانت تعرف. طيب بس احمد الشيخ يستحق الضجه دي كلها ويستحق 8.5 مليون جنيه؟ لا انا برضو عايز اخرج احمد الشيخ من القصه النادي الاهلي. النادي الاهلي انه بيعمل حاجه غلط والنادي الاهلي ما عملش حاجه غلط. تمام. لكن لازم نعترف بحاجات معينه يا محمد عشان ما بقاش في سكه واحده. فين مين ما يعرفش ان احمد الشيخ مضى في نادي الزمالك؟ معروف مصر. شهر كام؟ قبل كده 12. في حد ما يعرفش؟ لا معروف. طيب المفروض في شهر مش عارف كام يدفع مليون جنيه، واذا لما يدفعش ما دفعش خلاص خلص الموضوع. وبعدين تتسجل تاني في نادي المقصه ولعب ماتش، كل ده دليل ان العقد لاغي، صح ولا الكلام ده غلط؟ بدليل استمراريته في بدليل المقصة. بدليل لما قدموا الشكوى او قدموا العقد كان بعد ان العقد الجديد نزل، ما قدمش العقد الجديد ليه؟ اللي مضى عليه اللعيب، ليه عقد قديم؟ وبعدين في سيستم في الاتحاد الدولي وفي الاتحادات الاقليميه ان لازم السيستم يقبل العقد الجديد. ليه ما مضيتوش على العقد الجديد؟ ده بيؤكد ان التوقيع توقيع سابق، فبالتالي يبقى لاغي. يبقى لازم يتعاقب نادي الزمالك. ونفس اتحاد الكوره لما يجي يعاقب ما يعاقبش اللعيب بس. يعاقب النادي كمان ويعاقب النادي اللي مضاه. انا دلوقتي متعاقد مع نادي سيرس الليان قدامي سنتين، ازاي تمضيني؟ هنا احنا بنفتقد لاخلاقيات كره القدم، بنفتقد للاحترام نفسنا، احترام الحاجه اللي بتاكلنا عيش. طيب نقفل بقى ملف النادي الاهلي، حابب تقول في حاجه؟ نقفل. لا طيب. انا عايز اقول بس انا طبعا النادي الاهلي ده بيتي واي انتقادات بالنسبه لي ما تفرقش معايا. زي ما بحترم اخلي احب الناس تحترم راي الناس احترم راي الناس. طيب. سواء بالسلب او الايجاب. لكن انا بحيي المهندس محمود طاهر على المداخله، وبحيي الزميل والصديق العزيز المحترم ابو عزيز عبد الشافي على وجوده، والحقيقه كان ليه تاثير كبير جدا في الحلقه ده حقيقة. طيب
نروح لاتحاد الكوره وملف اتحاد الكوره. كان في الحاج احمد الصحيفي كان في مداخله معاه، قلت له كابتن مصطفى يونس هيبقى ضيفنا، قال لي وجه لي سؤال، حق الجونه فين من اتحاد الكوره في ازمه لاعب الداخليه اللي كان بيلعب في الانتاج الحربي ولعب مع الداخليه في نفس الموسم؟ سمير فكري طبعا ده شيء واضح وضوح الشمس، واضح وضوح الشمس. اه طبعا مش محتاج مش محتاج تسالني، معشان كده بقول لك يا ابو حميد في بدايه الحلقه، اللوائح والقوانين، اللوائح والقوانين تطبق يبقى خلاص خلصت القصه. لكن احنا ما بنطبقش. هل ينفع الحاج محمود الشامي المسؤول يقول لك احنا يعني القرار بتاعنا ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط؟ لا، القانون بيقول كذا وايقاف احمد الشيخ. خلي بالك هيخلي كده لا في ازمه بين اهلي ولا زمالك ولا بالزبط. ولا اسماعيلي ولا مصري بالظبط. لا القانون كلام. القانون واللائحه بتقول 1 2 3 ايقاف احمد، خلصت. النادي الاهلي بقى يدافع عن نفسه. وبعدين لك المشكله يا ابو حميد ان الناس كلها عارفه. الناس كلها عارفه ان احمد الشيخ واعي زي ما انا حكيت لك كده، يبقى اصبح العقد باطل. عشان كده النادي الاهلي عمل ايه لما نادي الزمالك سحب الشكوى؟ قال لك لا لازم احقق، وهي دي قيمه النادي الاهلي، دي قيمه النادي الاهلي. انا اخطات كنادي اهلي اتعاقب والولد يتوقف، لكن انا ما اخطاتش اخد حقي، وده اكتر ما اسعدني في قرارات النادي الاهلي. وانا ضد حته الاستقواء بالجماهير او بالاستقواء بالانسحاب من الدوري، انا ضد ده، لكن كنت مؤيد لان النادي الاهلي مش. طب تلويح النادي الاهلي بالاستقواء بالجماهير ده خلاص مش عايزين نقفله ده خلاص بالانسحاب. طب هي لو النادي الاهلي انسحب وعملها ايه هيعمل النادي الاهلي؟ هيلعب ايه؟ معلش ما تسالش، معلش مش هيبقى في كره في مصر. طب ينفع؟ ينفع؟ بص 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 طب لا سؤال رد عليا، ينفع؟ عايز اقول لك حاجه، اتفضل. لوائح الاتحاد الافريقي اتعدلت عشان النادي الاهلي مش الاتحاد المصري. النادي الاهلي يا بيه بيشرف اي مكان يتواجد فيه. ما تزعلش مني يا كابتن مصطفى، اسمح لي. النادي الاهلي في الصح، في الصح. انا اقول لك فرد العضلات. لا 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 مش فرد عضلات بالظبط. لا 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 يعني النادي الاهلي على عيني وعلى راسي. لا 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 في الحق النادي والعدل. النادي الاهلي بيدافع عن، انا قلت لك ايه، لو اخطا النادي الاهلي يتعاقب، مش بالزبط. انا قلت لك الكلام دوت، انا مش في شوان ويا محمد، وانت عارف. انا عارف لكن طبعا. النادي الاهلي مش قليل. بتجادل معاك عشان تطلع الراي. انت بتقول لي طب ما ينسحب، ايه المشكله؟ لا يا حبيبي دي مصيبه، دي كارثه. النادي الاهلي ينسحب من الدوري، يبقى في كوره من غير النادي الاهلي، ولا من غير الزمالك، ولا من غير نادي الزمالك، ولا الاسماعيلي، ولا الانديه، ولا اي نادي في مصر. يعني برضو ما تسالش، يعني برضو عايزين للانديه كلها قيمتها يا كابتن. التقل بيفرق، ما اختلفناش. التقل بدليل تعال شوف النادي الاهلي خد كام في الدوري وكل انديه مصر كام في بتاع الشركه الراعيه. تعال شوف الرعايه للنادي الاهلي بكام وبقيه الانديه بكام. لا النادي الاهلي كبير يا محمد، انا معاك يا كابتن مصطفى ان النادي الاهلي له ثقل والنادي الزمالك له ثقل. النادي الاهلي كبير. انت بتسالني النادي الاهلي ينسحب، فانا بتكلم عن النادي الاهلي. ما ينفعش كنا من غير النادي الاهلي. طلع النادي الاهلي الدنيا تغرق. يا راجل ده بطولات الناشئين انسحبوا الدنيا باظت. طيب تقييمك لاتحاد الكوره بصراحه؟ بص زي ما ليهم عليهم. احنا بنتكلم عليهم على المستوى الشخصي، ناس افاضل، ناس افاضل وناس محترمين زي ما ليهم عليهم. والمشكله يعني مثلا هقول لك حاجه، لو ازمه احمد الصحيفي ونادي الجونه النادي الاهلي ونادي الزمالك كان ايه اللي حصل؟ زي ما حصل احمد الشيخ. لكن عشان نادي الجونه يعني ناس غلابه وهم ناس افاضل وعملوا طفره وهم من الناس محمد عباس اللي خلى الدوري يتلعب السنه اللي فاتت كل الماتشات في الجونه. ما احترمنا ملعب بقى وحش ملعب كويس، مش دي القصه. لكن الكيل بميكالين ما ينفعش. طيب اللائحة الجديدة، حقوق البس، عودة الجماهير، ملاعب، الشرطات الأمنية للملاعب، سؤال بقوله كتير ومقرر بس هو للأسف يعني بقوله لأنه لسه ما تنفس. أنا شايف من وجهة نظري الشخصية نمرة واحد ونمرة اتنين ونمرة تلاتة عودة الجماهير. إزاي؟ أيوة. زي ما بحكي لك كده يا محمد، اتفضل. الأهلي والزمالك والاتحاد والأندية الجماهيرية تعمل اجتماعات كل أسبوع للجماهير بتاعتها. الناس المعدودين المعروفين اللي بيعملوا المشاكل اللي بيقبضوا من ورا العيال، والعيال تنزل تموت، والعيال تنزل تتضرب، والعيال تنزل تتحبس، والقيادات زي بتوع الاخوان المسلمين كده، زي بتوع الاخوان المسلمين، القيادات هربانه بره والناس بتوعهم بيتمسكوا وبيموتوا وبيتقتلوا وبيتعملوا. القيادات بتاعتهم دي يعرفوا ان الناس دي مضلله والناس دي بتقبض عليهم والناس دي بيستغلهم اسوء استغلال. انت شفت عمرك واحد مات من الاخوان من القاده؟ لا بالظبط. هو دول نفس في رابعه هربوا وسابوهم يموتوا في بورسعيد يا بيه. قبل الماتش ما يخلص بربع ساعه
جريوا على بره، اللي رمى الشمروخ من المدرج للمدرج وحرق طفل في حضن ابوه في نفس القصه، سخنهم وبتاع في دار الدفاع الجوي. احلى ماتشات لمنتخب مصر المتحرك، كنت بتروح بورسعيد وتعمل احلى ماتشات. احلى بلد في الدنيا بورسعيد يا راجل. ظلمت يا كابتن، احلى طبعا. ظلمت طبعا اتظلم، ظلموهم وظلموا شعب بورسعيد والنادي، وحسن حمدي ظلم واتحاد الكره ظلم شعب بورسعيد. حسن حمدي طبعا، وانا كان نفسي واتحاد الكره، انا كان نفسي محمود طاهر لما يجي يقول لا انا هلعب في بورسعيد. بورسعيد ده جزء عزيز علينا وغالي علينا، بلد المناضلين، بلد يا باشا. ده هي بوابتك، ده هي بوابتك طبعا، وتهجرهم وحصلهم مشاكل كبيره جدا. محمد بورسعيد دي انا مش عايز اقول لك، انا كنت اروح لازم ابات في بورسعيد، لما كنت اروح العب وانا بلعب لازم ابات. وانا بعد ما بطلت كان كل اسبوع تاني كنت بورسعيد. بورسعيد دي صعودك للبطوله، فاكر البطوله طلبت في بورسعيد من سنه وريده طلبتها تلعب في بورسعيد بالظبط. تصدق بالله ما كانتش بورسعيد ما كنت كسبت. يا سلام. اه والله العظيم. مش خايف الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا اخاف من ايه؟ ما اخافش غير من ربنا يا راجل. يعني خلي بالك انت اهلاوي وهم في كل انا بعشق محمد يا عباس. خاف من ايه؟ انا مصري، قبل ما ابقى اهلاوي انا مصري. طب ليه التصريح؟ وبورسعيد دي وطني اكيد بالزبط. بلد جزء من وطني، جزء كبير. وانا كنت اتمنى ان محمود طاهر يطلع يقول انا هلعب في بورسعيد، خلاص المقاطعه انتهت. ده عن اقتناع عن ظلم شعب بورسعيد. شعب بورسعيد ايه ذنبه؟ شعب بورسعيد ايه ذنبه؟ جمهور بورسعيد ايه ذنبه؟ او بورسعيد ايه ذنبها بالتحديد؟ طب خلاص ما نلعبش بقى في القاهره في دار الدفاع الجوي. ليه لعبت في دار الدفاع الجوي تاني؟ سبتين العمر الطويل محمد. اصل انا ما بحبش الحال المايل. لا تبقى راجل دغري وتتكلم في الحق، لا اما تسكت ما تتكلمش، او تسيب الكرسي اللي انت قاعد عليه وتروح. ولا الاحداث كانت فرضت نفسها قوي على الموضوع ده وعامله منه مشكله كبيره. الشهداء ترضية الشهداء طبعا. الله يرحمهم يعني طبعًا. الله يرحمهم ويصبر اهاليهم. ده لو لو خدوا مال قارون يا محمد ما يعوضش. لو مال قارون استغلوا اهل الشهداء يا كابتن مصطفى، استغلوهم في البيزنس وفي الحركه وحاجات، واضغطوا بالورقه دي واضغطوا بالورقه دي. محمد بص، حينما لا تطبق القانون كل سنه وانت طيب. احنا عشان نبقى ناس محترمه ولعبه محترمه لازم يطبق على القانون على الكبير قبل الصغير. طب حان الوقت ان ملعب بورسعيد تاني يرجع تاني، والنادي المصري يرجع يتدرب حتى على اقل تقدير على ملعبه. انا لو مسؤول في النادي الاهلي هلعب في بورسعيد السنه دي، انا هلعب في استاد بورسعيد، والمصري يلعب في في في, في النادي الاهلي. طب سؤال بقى عشان برضه نبقى في وضوح، برضه عشان نتكلم بشفافيه، من خلال برنامجنا حصاد النهار بتطالب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي انه يلعب في بورسعيد؟ بقول لك انا لو مكان طاهر، المهندس طاهر محمود طاهر هيلعب في بورسعيد. انا اتمنى ان الاهلي يلعب في بورسعيد. اتمنى. ايه ذنب شعب بورسعيد؟ قول لي شعب بورسعيد عمل ايه عشان اقول لك لا مش هنلعب في بورسعيد. يبقى الدفاع الجوي بتلعب في الدفاع الجوي ليه؟ صح. تلعب في القريه ليه بقى؟ مش ولادنا بالزبط. مش ولادنا باتوا في دار الدفاع الجوي؟ طبعا طبعا. بص يا محمد خلاص بقى، يبقى الناس اللي بتموت في سينا وولادنا واخواتنا وقالنا في سينا، يبقى خلاص نسيب سينا. لا ازاي، ده هم ده جزء غالي، وهم كمان يعني لهم بورسعيد جزء غالي، ودار الدفاع طبعًا. جزء غالي وكل شبر بلدنا جزء غالي علينا. خلي بالك ده دول ماتوا في مباراه كره قدم، والتانيين بيموتوا على الحدود عشان يحموا الوطن. واحنا احترمنا لكل الشهداء، واحنا بنتكلم على احترمنا لكل الشهداء. ما انا قلتها وانا بعمل برنامجي لما في عز الاخوان. لا بقول لك شهداء التحرير البلطجيه اللي كانوا جايبينهم والمقتولين في السجون وجابوهم في ميدان التحرير. الله، امال اللي ماتوا في سينا دول يبقوا ايه؟ ال 21 اللي ماتوا بدم بارد، الجبل، الكلاب، اللي ماتوا في 57 يبقوا ايه؟ 48 و57 و67 و73. قول الولاد الصغيرين دول مش عارفين الكلام ده. لكن اللي ماتوا في رمضان وهم بيفطروا يبقوا دول شهداء ولا دول ايه؟ رجال الشرطه اللي بيموتوا دول يبقوا ايه؟ لما تدي واحد مقتول في السجن ولا مقتول في البتاع ومهربين وياخد 100,000 و200,000، الضابط خد ايه ولا العسكري خد ايه اللي مات؟ سواء ضابط شرطه او ضابط جيش اللي بيدافع عن وطنك، اللي الناس اللي حاطه رقبتها على ايديها يا محمد. الناس اللي شايف التخاذل في الموضوع، عشان اقفل الموضوع بورسعيد، التخاذل منين؟ من 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 لا هي عايزه جرأه. جرأه من مين؟ هي عايزه جرأه من رئيس مجلس الوزراء اللي مستقوا بيه كل مره. لا نلعب فين وما نلعبش فين؟ ارحموا الراجل بقى، رئيس مجلس الوزراء ارحموه بقى، في حاله وارحموا. وانا عايز اقول لك حاجه، يعني انا سمعت المهندس خالد عبد العزيز ده الراجل ده يتعمل له تمثال عشان الدوري رجع. انا صعبان عليه والله. الله يكون في عونه. بقول لك انا سمعت، انا اول مره اسمع ان المجهود الكبير اللي عمله مع المهندس محمود طاهر ومع المستشار مرتضى منصور ان الدوري يرجع. تعرف يعني ايه الدوري ما يرجعش؟ يعني الانديه دي تاجرها مفروش. احنا يا كابتن الاعلام كره القدم
بص يا محمد، عشان الناس الناس اللي بتقول لا نبطل كوره من عادي، احنا قدامنا 3 دقايق. دي دي ده اقتصاد، ده اقتصاد، ده مش ما بقتش كوره، بقت صناعه، بقت صناعه. فبالتالي الكوره زي الزراعه وزي الاقتصاد وزي 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 كل حاجه في البلد. فبالتالي احنا بقى كمسؤولين في الدوله، وانا بواجه كلام المهندس خالد عبد العزيز، لازم القانون ثم القانون ثم القانون يا محمد، ولازم ازاي نطور كرة القدم والرياضة. حد بيجيب سيرة الأبطال بتوع التايكوندو والكاراتيه وبتوع السباحة ومسكينتو أحمد الشيخ؟ لا لا صح صح، الناس اللي بيرفعوا اسم مصر عاليا دوت. أنا سعيد جدا إن المهندس خالد عبد العزيز حفظهم بالاسم. لا 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 لا، وقال لك أنا بقول كذا، وإن شاء الله نبقى نروح 2017 في الجابون. أنا أتمنى بقى إن الإعلام يوجه للناس دي، مش والله يا كابتن أحمد الشيخ وأحمد الحاج. طلعت كلام حضرتك من أسبوعين، جبت أبطال مصر في الطايرة اللي رايحين يشرفونا في كأس العالم في اليابان. قابلت حد كده لا ده يعني من الطايره والباسكت، انت جبت الطايره، عايزين نتكلم في الكوره. عارف اهم الناس ايه يا كابتن؟ ما ده جهل. عارف اهم الناس ايه كله؟ اه ممكن برضو الزملاء في المانا الولعه، اقول لك بالظبط كده بالظبط، ولع انت عارف، ولع عشان نتفرج عليه، عايزين جنازه ويشبعوا فيها لطمه. هم الناس معتقده ان ده الاعلام. انا اتمنى يا محمد، اخر كلام بالنسبه لي، اتمنى ان الاخوه الزملاء في الاعلام الرياضي يتقدموا بالبلد الى الامام. مش عايزين نعمل زي السياسيين. لا كفايه اللي بيجيبوا من النبي، والنبي كفايه اللي بيتكلموا، اللي بيتكلموا يا محمد في السلبيات ويسيبوا الايجابيات. مرحله وهتخلص. انا متاكد، بدات بوادرها. انا متاكد، اتمنى من الاخوه الزملاء الاعلاميين ان نتكلم في مصلحه البلد. الفتره اللي جايه نتكلم في تطوير الرياضه، نتكلم في عوده الجماهير، نتكلم في القانون انه يطبق. صح. نتكلم ازاي نوصل كاس عالم، ازاي ناخد بطوله افريقيا. دايما مقوله النجم محمد زكي بيقول ايه؟ لا نستثني احد، لا نستثني احد. ايه؟ الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. اشكرك بكمبار كره القدم المصريه كابتن مصطفى يونس، سعيد دايما كل ما اتقابل معاك، يعني بيطلع دايما منك كلام مهم جدا ومؤثر. بشكرك. شكرا محمد، شكرا. بكره ان شاء الله حلقه جديده من حصاد النهار، هيبقى في ضيفنا فيها النجم الكبير كابتن محمد صلاح نجم مصر والمدير الفني الاسبق لنادي الزمالك، والحوار عن مباراه النادي الاهلي ونادي الترجي، وبعدها ان شاء الله يوم الاحد مباراه نادي الزمالك والصفاقسي التونسي. كل التوفيق لقطبي الكره المصريه. في الختام بشكر كل مشاهدينا، وبشكر كابتن مصطفى يونس كمان مره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.